اهلا بكم مره اخرى في شرح جديد من شروحاتنا اللي بتهدف للربح من الانترنت الاستثمار وبدونه قناه اونلاين ماني. فضلا وليس امرا لحضرتك لسه جديد معانا في القناه، تدوس على زر الاشتراك وتفعل خاصيه الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. النهارده هعلمك طريقه ربح 22 دولار مجانا اسبوعيا، كل اسبوع تقدر انت تسحب 22 دولار مجانا من عن طريق الشرح اللي انا هقدمه لك النهارده، فركز معايا. اول حاجه طبعا الطريقه هي عباره عن الموقع اللي هسيبه لك تحت في اسفل الفيديو. تفتح الموقع يفتح لك بالطريقه دي، تقوم داخل على ساين اب من فوق من هنا كده، تدوس عليها هيفتح لك الصفحه دي زي ما احنا شايفين. تقوم داس على كلمه ساين اب ويز ايميل، هنا هتكتب البيانات، هنا الايميل، كلمه المرور، هتاكد كتابه كلمه المرور. بعد كده تقوم داس على طبعا تشيك مارك هنا، وبعد كده ساين اب ويز ايميل. بعد التسجيل على الموقع هتخش طبعا على واجهه الموقع، ساعات ممكن طبعا يبعت لك الايميل تاكيد على الايميل، لو ما بعتلكش انت بتطلب التاكيد. تمام، افتح لك الواجهه دي زي ما احنا شايفين، والشغل كله والاستراتيجيه كلها على الموقع دوت. تمام، مجرد ما نزلت تحت كده قال لك 400 من الاي كوين. ايه الاي كوين وايه حكايه ال 22 دولار وانا مش فاهم اي حاجه؟ انا كل عليا ان انا دخلت سجلت على الموقع. بالفعل هو كل عليك ان انت هتخش تسجل على الموقع وهتنفذ الخطوات اللي انا هقول لك عليها دي، هتلاقي نفسك ان شاء الله بتحقق اكتر من 22 دولار كمان. تمام، رقم 22 دولار دوت لان اقصى حاجه للسحب هي 22 دولار تقريبا في الاسبوع، يعني كل اسبوع بتسحب 22 دولار. تمام، طبعا الموقع دوت انا شرحته النهارده لان انا اتاكدت ان في ناس كتير سحبت منه. انا بحاول دلوقتي ما انزلش اي موقع لما اكون متاكد ان الموقع صادق. تمام، مجرد ما دخلت على الموقع ادالي زي ما احنا شايفين اهوت 400 من العمله. تمام، العمله دي متداوله وعلى منصه، هسيب لك برده رابط المنصه اللي هي متداوله عليها. طبعا مجرد هنا ما بتخش بتلاقي حاجه اسمها تاكيد رقم المحمول، طبعا بتاكد رقم المحمول بتاعك عشان تديني ان انت تسحب. تمام، زي ما احنا شايفين في حاجه اسمها هنا لوتري تيكتس. تمام، اللوتري تيكتس دي هتلاقي معاك حوالي 25، ولما بتاكد رقم المحمول بتاعك بيدي لك حوالي 20 كمان. تمام، ازاي استفيد باللوتري تيكتس ديت؟ هقول لك دلوقتي. زي ما احنا شايفين كده هندوس على كلمه مور ديتيلز من جنب طبعا لوتري تيكتس، هيفتح لنا الصفحه ديت زي ما انت شايف اهوت. تنزل تحت خالص بتعمل سكراتش، بتشتري هنا التيكت بخمسه، في هنا تيكت ب 10، وفي هنا تيكت ب 25. احنا نشوف معانا كام. احنا استخدمنا 25 ومعانا 20. تمام، يبقى هنشتري اثنين من ديت. ندوس على كلمه سكراتش، قال لك مبروك انت كسبت 21 من العمله. نعمل ريسيت ونعمل سكراتش تاني، قال لك مبروك انت كسبت 90 من العمله. تمام، نرجع بقى على الداشبورد زي ما احنا شايفين، لو لقينا التوتال بالانس اهوت 554. تمام، المبلغ اللي احنا كاسبينه. تمام، ايه هي بقى الاستراتيجيه العمل على الموقع دوت؟ اول حاجه استراتيجيه العمل على الموقع ده زي ما انت شايف هو بيدي لك 10% على الكوينز اللي معاك. تمام، يعني انت مجرد ما معاك 400 دولار بتكسب 10% يوميا عليهم بدون ما تفعل اي شيء. تمام، طيب الاستراتيجيه الثانيه وهي بقى عن طريق الاحالات. طبعا رابط الاحاله بتاخده من هنا ماي ريفيلز، او بتنزل تحت بتلاقي رابط الاحاله بتاعك موجود. تمام، بتبتدي ان انت تسوق للموقع. هوريك لك دلوقتي هتكسب كام من الاحالات بمجرد ما حد يسجل من الاكونت بتاعك او من اللينك بتاعك. زي ما احنا شايفين بيقول لك هنا ممكن تكسب 188 بمجرد ما شخص يخش، وبتكسب اكتر من 750 بمجرد ما طبعا شخص ياكد الايميل بتاعه ويخش على الموقع. تمام، يعني اكتر من حوالي 850 من العمله. تمام، هنقول مثلا النورمال 700، يعني هنقول مثلا اقل حاجه ممكن تكسبها من حد يخش يسجل عندك 700. تمام، بس طبعا هو الرقم اكبر وحوالي بتاع 900 وحاجه، بس احنا هنقول 700. تخيل انت لو جبت حوالي مثلا 10 اشخاص على اللينك بتاعك، شوف انت هتكسب كام من العمله. تمام، ده طبعا ده استراتيجيه الاحالات فقط، ده غير ان الموقع بيدي لك 10% على الكوينز اللي معاك. طريقه السحب طبعا زي ما قلنا لازم تاكد الموبايل بتاعك عشان يفتح لك السحب اصلا. مجرد ما يفتح لك السحب بقى بتنزل تحت بيقول لك ايه، انت هنا هتسحب عن طريق البرنامج دوت، ومن البرنامج دوت هتسحب على المنصه. يعني هو ما بيبعتلكش على المنصه على طول، هو بيبعتلك على المحفظه بتاعته اللي هي على التطبيق دوت اللي بتنزله، وبعد كده بيبعتلك من على التطبيق دوت. انت بتخش طبعا بتحط رابط المنصه او عنوان المنصه على التطبيق، فبيبعتلك من التطبيق على المنصه. تمام، هو ده نظام الموقع، وان شاء الله ده هيكون في فيديو مخصوص لطريقه السحب من الموقع.
بمجرد ما يتم الحد الادنى من العمله ونبتدي ان احنا نسحب مع بعض، واوريكم اثبات مصداقيه الموقع ويكون اثبات سحب شخصي ان شاء الله. لكن هو كمصداقيه هو في مليون واحد ساحبين من الموقع، ولو لو طبعا دورت على الموقع هتلاقيه صاحبات كتير جدا. يا رب يا جماعكم فدتكم، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.